العمر مجرد رقم، مقولة لطالما رددناها، لكن هؤلاء الجدات طبقنها على أرض الواقع. ففي مقاطعة تشيلغوك في كوريا الجنوبية، حققت فرقة مكونة من مسنات يغنين الراب نجاحاً كبيراً داخل المنطقة وخارجها بقيادة سان التي تبلغ من العمر 81 عاماً. أحب ارتداء هذا الزي، أشعر بأني أصغر سناً، حتى وإن كنت كبيرة في العمر فأنا أشعر بالحماس لفعل ذلك. الفرقة التي نشأ أعضاؤها سوياً تحمل اسم ساني والأميرات السبع، ورغم أنهن لم يتمكن من إتمام فصولهن الدراسية في الصغر بسبب ما عاشته بلادهن من سنوات قاسية بعد الحرب الكورية، إلا أنهن التحقن عام 2016 بفصول تعليم القراءة والكتابة للكبار، ثم قررن تعلم موسيقى الراب وتشكيل فرقة هيب هوب تكتب وتنتج أغاني عن حياتهن الريفية، حصدت أكثر من 77 ألف مشاهدة على اليوتيوب. اعتقدت بأن المشاهير فقط هم من تصبح أخبارهم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن جدتي موجودة الآن بينهم. هذا النجاح الذي بدأ متواضعاً لفرقة ساني والأميرات السبع يأتي في وقت من المتوقع أن تصبح فيه كوريا الجنوبية مجتمعاً يعاني من شيخوخة فائقة في وقت مبكر من عام 2025، حيث يتجاوز عمر خمس سكانها 65 عاماً. كبار مغني الراب يجعلون التواصل بين الأجيال ممكناً من خلال الاندماج مع الشباب وفهم مدى حماستهم، ومن خلال ذلك يمكن للجيل الأصغر أن يرى الجدات الآن يخلقن مثل هذه الثقافة ويتجاوزن مجرد استهلاك الثقافة الحالية بالجلوس والاستماع أو مشاهدة التلفاز. في خضم ذلك، تواجه المناطق الريفية مثل تشيلغوك خطر التلاشي مع انتقال الشباب إلى المدن وانخفاض عدد العائلات التي تنجب أطفالاً. رند الشيخ، العربية.